الرئيس عبد رب منصور هادي ماض في مهامه كرئيس لليمن بعد انتقاله إلى عدن. بعد سحبه رسميا لاستقالته من البرلمان، واصل هادي اجتماعاته مع المحافظين والمسؤولين، ما يعكس التوجه نحو اعتماد عدن مركزا لصناعة القرار السياسي وعاصمة مؤقتة. جاءت الميليشيات الحوثية واحتلت العاصمة صنعاء وفرضت أمر واقع لأن تتحول العاصمة إلى عدن. اتفاقية الوحدة أكدت على أن عاصمة هناك عاصمتان، عاصمة شتوية وصيفية، عدن هي العاصمة الشتوية. على صعيد الترتيبات الأمنية وإجراءات الحماية للرئيس، سيطرت اللجان الشعبية الموالية له على محيط القصر الرئاسي في عدن ومداخله، وتولت الحماية له بعد إجلاء قوات الحرس الجمهوري التي كانت مرابطة هناك بعد اشتباكات أسفرت عن جرحى من الطرفين وانتهت بسيطرة اللجان الشعبية، وهو ما يعتبره نشطاء الحراك نقلا للصراع إلى عدن. عدن غير جاهزة لأن تكون مركز القرار في اليمن، خصوصا أن هناك تخوف كبير من عقبال الشارع الجنوبي من نقل الصراع الحاصل في صنعاء إلى عدن. هناك تخوف كبير في الشارع الجنوبي أن يكون هذه الورقة التي تنقل الصراع صنعاء إلى عدن. وتعزيزا لإجراءات تثبيت الأمن في عدن، فقد تم إحداث تغييرات في عدد من أجهزة الأمن والشرطة ونقل عدد من الوحدات العسكرية إلى مناطق أخرى.